بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جميعا في منصة مركز عبد الرحمن السديري الثقافي عبر الاتصال المرئي في هذه الأمسية الطيبة التي نستضيف بها عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي، الباحث المتخصص في العلوم الآثرية في الوطن العربي. محاضرته ستكون عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وآثارها قبل الإسلام. اسمحوا لي أن أقدم نبذة موجزة عن سيرة محاضرنا الكريم. حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار، والتحق للعمل في جامعة اليرموك بقسم الآثار في العام 1982. تقلد منصب رئيس جامعة اليرموك عام 2018 للميلاد، وقبلها كان عميداً لكلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك، وعميداً للبحث العلمي والدراسات العليا. طبعاً كل واحدة كانت في سنوات متنوعة، سأتجاوز السنوات كسباً للوقت. وتقلد منصب مديراً برتبة عميد لمعهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، وكان أيضاً رئيساً لقسم الآثار ورئيساً لقسم النقوش في الجامعة، وعميداً لمعهد الملكة رانيا للسياحة والتراث، ومديراً لمتحف الأردن. شارك في العديد من الحفريات والمسوحات الأثرية في غور الأردن ودير علا وتل الحمة ووادي الزرقاء وغيرها، وقام بعدد أو بعديد من المشاريع التي هدفت للمحافظة على التراث الوطني. يعد الأستاذ الدكتور زيدان كفافي هو من كتب تاريخ الأردن القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى مجيء الإسكندر المقدوني. الدكتور زيدان كفافي رأس تحرير مجلة أبحاث اليرموك للعلوم الإنسانية ومجلة اليرموك للمسكوكات، وكان عضواً في العديد من الهيئات الاستشارية لمجلات عالمية وعديدة محكمة، ومنها ونعتز بذلك أيضاً مجلة أدوماتو المتخصصة في الآثار في البحوث الآثرية، والتي تصدر عن مركز عبد الرحمن السديري الثقافي. الأستاذ الدكتور زيدان كفافي يعد من أصدقاء مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، وعضواً مهماً واستشارياً في مجلة أدوماتو التي تصدر عن المركز، وهو أيضاً مؤلف كتاب تاريخ شبه الجزيرة العربية وأثرها قبل الإسلام الذي سيكون عنوان محاضرة هذا اليوم، وهو صادر عن مركز عبد الرحمن السديري الثقافي ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث. بعض الإنتاج العلمي لعطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي منها الأردن في العصور الحجرية، ومنها أيضاً المدخل في علم الآثار، وأيضاً أصل الحضارات الأولى، الأردن في العصور القديمة، العصور البرونزية والحديدية، وأيضاً دراسات ومقالات في التراث الثقافي والأثري، وبلاد الشام في العصور القديمة من عصور ما قبل التاريخ وحتى الإسكندر المقدوني. وذكرنا تاريخ شبه الجزيرة العربية التي ستكون عنوان محاضرة هذا اليوم، وأصدر سيرته الذاتية لمن أحب أن يطلع عليها بعنوان زمان ومكان، وصدر له قبل أيام بالاشتراك كتاب رائع، روائع من فنون ما قبل التاريخ، بالاشتراك مع الدكتور خالد أبو غنيمة والدكتورة ميسون النهار، وله كتاب تحت الإعداد للطبع لن نعلن عنه، لكن موضوعه سيكون عن القدس. ما يهمنا هنا أن الدكتور عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي الباحث المتخصص في آثار الوطن العربي هو صديق قديم ودائم لمجلة أدوماتو المتخصصة في البحوث الآثرية، ومحكم دائم لأبحاثها العلمية، وهو صديق دائم أيضاً لمركز عبد الرحمن السديري الثقافي، وكانت له مشاركات عديدة في السنوات الماضية. سنترككم الآن مع عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي في محاضرته التي نتوقع أنه يصل وقتها إلى نحو 45 دقيقة، وبعد ذلك سنفتح المجال إن شاء الله للأسئلة والمداخلات. تفضل دكتور. شكراً جزيلاً أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخير الأنام والمرسلين. أيها الأخوات، أيها الإخوة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. أبدأ
حديثي بالترحم على معالي الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري الذي أسس مركز عبد الرحمن السديري الثقافي عام 1963. كما نقدم التقدير والاحترام لأبنائه البررة وأحفاده الفضلاء الذين أداموا وطوروا هذا المعلم الثقافي من بعده. واسمحوا لي أن أخص بالشكر هنا سعادة الأستاذ سلطان بن فيصل بن عبد الرحمن السديري المدير العام لهذا المركز، والذي تكرم فوجه لي الدعوة لمشاركتكم هذه المحاضرة. كما لا بد لي أن أذكر بكل احترام وشكر أخي وصديقي الأستاذ محمد صواني على حسن متابعته وتعاونه الدائم في خدمة هذا المركز وفي خدمة الباحثين والدارسين العرب لنشر كتاباتهم وأبحاثهم حول العالم العربي ضمن منشورات أو سلاسل منشورات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي في الرياض. وبهذه المناسبة أيضا يسعدني أن أذكر بأنني عضو شرف في جمعية الأمير عبد الرحمن السديري الخيرية، ومركزها حسب ما أعلم كان الرياض إسكاكا في منطقة الجوف. وأيضا كما ذكر أخي محمد فأنا عضو هيئة استشارية لمجلة أدوماتو التي تصدر عن هذا المركز، وهذا المركز هو الذي تفضل ونشر كتابي الموسوم بتاريخ شبه الجزيرة العربية وأثرها قبل الإسلام. أتمنى للمركز والقائمين عليه المزيد من النجاحات، وأسعد أن أكون على التواصل الدائم مع القائمين عليه. وما هذه المحاضرة التي تتحدث عن الجزيرة العربية قبل الإسلام إلا دليل واضح على وقاطع على استمرارية هذا التعاون بيني وبين هذا المركز. أيضا أحيي من هنا جميع الأخوة الزملاء والأصدقاء في كل أنحاء ودول شبه الجزيرة العربية، من السعودية إلى الكويت إلى البحرين إلى قطر إلى الإمارات إلى عمان إلى اليمن، كلهم إخوة واستفدت كثيرا من أبحاثهم. واسمحوا لي الآن أن أبدأ المحاضرة محاضرتي عن طريق أنا حضرت مجموعة من سلايدات، وإن شاء الله نبدأ بهذه المحاضرة الآن. الدكتور الأستاذ محمد طلب 45 دقيقة، أنا سأحاول جهدي أن أكون ضمن الوقت، وإلا فلتسمحوا لي لو تجاوزت بعض الدقائق. قبل أن أبدأ الحديث عن المحاضرة بالضبط، يجب أن نتحدث عن الموقع الجغرافي للجزيرة العربية. كما ترون هذه خارطة للجزيرة العربية تبلغ مساحة شبه الجزيرة العربية حوالي 3.5 مليون كيلو متر مربع، وكما ترون هي محاطة بالمياه من ثلاث جهات: من غرب البحر الأحمر، البحر العرب والمحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب وخليج عمان من الشرق. هذا الأمر يدعوني أن أذكر بأنه للأسف أنه الباحثين الغربيين رسموا للجزيرة العربية صورة نمطية توصفها بأنها عبارة عن بلاد صحراوية تسكنها فقط جبال، تسكنها فقط قبائل بدوية. هذه القبائل تعتمد في حياتها على تربية الجمال. طبعا هذا القول ينكر على شبه الجزيرة العربية تاريخها العريق الضارب جذوره في العصور ما قبل التاريخ من حوالي 1.5 مليون سنة وحتى الوقت الحالي.
وأيضا ينكر عليها تنوعها الجغرافي والبيئي. فالجزيرة العربية فيها سواحل، فيها جبال، فيها سهول، وأيضا فيها صحاري. ولا ننسى أنه بمر فيها مجموعة من الأودية اللي على ضفاف هذه الأودية تشكلت مدن وحضارات عبر العصور المختلفة. إذن الصورة النمطية المعطاة من قبل الغربيين للأسف هي صورة غير صحيحة. الآن ليش سميت الجزيرة أو شبه الجزيرة باسم الجزيرة العربية؟ طبعا لفظة عرب الآن في الوقت الحالي تطلق على منطقة واسعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، بسبب أن كل الناس اللي بيعيشوا في هذه المنطقة العربية اللي بنسميها عربية بيتكلموا لغة الضاد اللي هي اللغة العربية، وكأنهم جميعا يلتفون ويلتقون في خصائص فكرية واحدة تربط حاضرهم بماضيهم. أنا بتصور إنه هذا الكلام يندرج على الفترة التي ما بعد الإسلام، أما فترة ما قبل الإسلام أنا يهيأ لي إنه هاي لا تنطبق على هذه المنطقة. وعودة إلى ما ذكره ابن الكلبي في كتابه جمهرة الأنساب اللي بيقول فيها إن هناك في صلة ما بين سيدنا إسماعيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن إسماعيل هو أبو العرب. لكن الآن أنا بدي أحكي وأذكر أول ذكر مسجل كتابياً لكلمة عرب أو عربي، وكان هذا في سجلات الأشورية من زمن الملك شلمنصر الثالث في حوالي 853. بتفرج على هاي المسألة السوداء اللي اسمها، بلاحظ بالفريز الأول عرب مع الجمال. أيضا في منحوتات قصر القصر الشمالي للملك أشور بن نبال في نينوى اللي هو من حوالي 668 ل 630، لاحظ هنا العرب كيف بيركبوا على جمال، واحد داير ظهره للثاني وبيحاربوا بالأشوريين. طبعا هكذا مثل العرب أو العربي عند الأشوريين. أنا برأيي أنه مش المقصود من العرب ولفظة العرب أن تطلق على سكان هذه المنطقة، وإنما كان المقصود بها عند الأشوريين أنها تطلق على المجتمعات البدوية التي كانت تسكن على تخوم الدولة الأشورية وهم الأعراب، وبهذا فهم يميزونهم عن سكان الحواضر اللي كانوا ساكنين في منطقة الجزيرة. هذا موضوع آخر. الآن نأتي إلى البعد الحضاري للجزيرة العربية. من أين نستمد إحنا معلوماتنا؟ معلوماتنا اللي بنقدمها هنا تستند على أكثر من مصدر، اللي هي النقوش والكتابات، الآثار، المصادر الدينية، الشعر الجاهلي والكتابات الكلاسيكية. أنا بدي أرجع للآثار، لأنه الآن في موضة طالعة في عند مجموعة من الكتاب العرب، لهم كل الاحترام والتقدير، لهم آراء مختلفة، لكنهم يستثنون علم الآثار في تفسيراتهم لسكان الجزيرة العربية قبل الإسلام. لن أخوض بهذا الأمر لأن الوقت لن يسعفنا. الموضوع الآخر أنه إحنا لما كنا بنحكي عن آثار الجزيرة العربية، للأسف أنه عملية الدراسة والبحث الميداني في الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية جاء متأخراً مقارنة عن غيره من المناطق المحيطة، سواء في مصر أو بلاد الشام أو بلاد الرافدين أو حتى إيران. فالآن وحتى البدايات اللي كانت على يد مجموعة من الباحثين والمستكشفين والرحالة الأجانب، الآن نفتخر بأنه جميع بلدان الجزيرة العربية
فيها مؤسسات أثرية يحكمها أبناؤها، يقومون بالبحث في هذه الجزيرة وأثار هذه الجزيرة، هم أبناء وطنها. ولا يفوتني أن أذكر هنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري أطال الله في عمره، الذي كان رائد لعلم الأثار في المملكة العربية السعودية. أنا إذا بدي أتحدث عن كل أمر من أو مصدر من هذه المصادر بدي مدة طويلة، لكن يعني كانت البدايات والحديث عن الجزيرة بيعتمد على الكتابات اللي سجلها الرحالة الأجانب، بالإضافة على كتاباتهم ووصفهم للناس وللأمكنة التي زاروها. فأصبح يعني الأمر كله يأتي من مصدر واحد، وجهة نظر واحدة ومتحيزة في بعض الأحيان. على أي حال، هذه المصادر. لكن أنا بعيد وبكرر الآن، أنا أفخر بأن أهل الجزيرة الآن في الوقت الحاضر هم من يبحثون عن آثارها وينشرون عنها في المجلات والكتب وغيرها. لكن لو سألت حالي سؤال وسألنا حالنا سؤال، ما هي المساحة التي تم اكتشافها من مساحة 3.5 مليون من الجزيرة العربية؟ هي لا تتعدى حسب رأيي الأستاذ الدكتور سليمان دياب من 2 إلى 5%. إذن لا تزال الأرض بكر وولادة، ولدينا كثير من المعلومات المستقبل. كل يوم بيطلع إشي جديد. أنا استمعت قبل يومين ثلاثة إلى مقابلة مع دكتور سليمان دياب، بيقول إنه اكتشف بالعلا نقش آرامي من المرحلة المبكرة من القرن العاشر قبل الميلاد، وهذا بجعله أنه مملكة دادان برأيه هي معاصرة بداياتها لسبأ في اليمن. الآن برجع، تركنا المصادر اللي مستمد منها معلوماتنا. الجزيرة، البناء الحضاري للجزيرة العربية لا يختلف عن أي منطقة مجاورة لها، فهي بدأت من العصور الحجرية عندما كان إنسان صياد وجامع الحوت اللي احنا بنسميه العصر الحجري القديم، حيث خرج الإنسان من شرق افريقيا منطقة البحيرات اللي هم بنسميه هومو اريكتوس، وانطلق الى شبه الجزيرة العربية عن طريق باب المندب، وانطلق باتجاهين مختلفين ايضا في طريق محاذية. ودليلنا على هذا انه العثور على مجموعة من المواقع اللي بتعود لها الفترة في منطقة نجران وفي منطقة الدوادمي وأيضا في منطقة الشوحطية في منطقة الجوف. يعني إذا هذه الدلائل على هذا الوجود. أيضا البعثة اليمنية عثرت في اليمن على عدد من المواقع اللي بتعود هذه الفترة، وأخيرا في الإمارات العربية ومنطقة الخليج تم العثور على أدوات صوانية اللي بتخص هذا الإنسان، واللي كما نرى هنا بعض هذه الأدوات اللي جمعت من المملكة العربية السعودية من الشوحطية والصفاقة وبرحمة ومن وادي فاطمة، ومثيلاتها وجدت في عدد من المواقع في كافة مناطق الجزيرة العربية. إذن مثلها مثل غيرها من المناطق، إنه شبه الجزيرة العربية تتواجد بها الإنسان هومو إريكتوس اللي خرج من أفريقيا وترك لنا أثاره. بعدها صار في مجموعة من المتغيرات البيئية والمناخية في العالم. يعني في قبل حوالي 10,000 سنة انتقلنا من حالة مناخية إلى حالة مناخية أخرى. الحالة المناخية اللي بسموها البلايستوسين تميزت بالبرودة والجفاف، انتقلنا إلى مرحلة جديدة اللي هي مرحلة دافئة ومطيرة بسموها علماء المناخ والجيولوجيا اللي هي مرحلة الهولوسين. صار فيها نسبة أكبر لهطل الأمطار، صار في الجزيرة العربية بيئة نباتية خصبة، طبعا هاي أدت إلى تواجد مكثف للحيوانات فيها. لكن هل استقر هاي الفترة اللي احنا بنسميها العصر الحجري الحديث أو النيوليثيك، هل هاي الفترة اللي هي العصر الحجري الحديث في شبه الجزيرة العربية مشابهة على سبيل المثال للعصر الحجري الحديث في بلاد الشام والرافدين وإيران،
أو المناطق المجاورة فيها، أنا بتصور إنها كانت مختلفة، لأنه الإنسان في بداية هذه الفترة لم يعرف الزراعة ولا الفلاحة، بقي يعتمد الصيد كوسيلة للمعيشة. لكن هنا بيسألوا الناس كيف، طيب كيف وصلوا الناس لهذه المرحلة؟ إحنا استطعنا أن نقول إنه هذه المرحلة نيوليثيك من خلال تصنيع وصناعة وأشكال الأدوات الصوانية اللي تم العثور عليها في كل مناطق شبه الجزيرة العربية. لكن كيف أجا؟ هل هذا عبارة عن تطور محلي أم أنه أجا من الخارج هذه فكرة هذه الصناعات وتطور الصناعات الأدوات الصوانية؟ طبعا هناك في رأيين، إيش بيقول محلي وإيش بيقول أنه دخلت مجموعة من الناس من جنوب بلاد الشام من فترة حوالي 8000 ل6000 قبل الميلاد إلى شمال شبه الجزيرة العربية وأسسوا بعض المستقرات. من هذه هناك أمثلة اللي هي موقع بنسميه العيينة اللي اشتغل فيه دكتور خالد الأسمري، وهذا الموقع ثبت أنه بيعود إلى 1008 قبل الميلاد حسب C14 ديت اللي تم التعرف عليها في هذا الموقع. أيضا في هذا الموقع تم العثور على مباني اللي تؤكد على أن الناس استقروا في هذا الموقع، كما نرى هذه مجموعة من المباني مخططات من ريكونستراكشن هذا موقع، أرضيات بيوت إلى غيرها. وطبعا هذا الأمر يعني بيعطينا فكرة، يعني أيضا في هناك مجموعة من الدمى أو الفيجورينز اللي عثر عليها الدكتور خالد، وأدوات صوانية أدوات مختلفة والتي تشابه فيها كثير من الشغلات أو الأمور اللي هي النيوليثيك في جنوبي الأردن بشكل خاص. إذن هذا يعزز أنه في تواصل ما بين المجتمعات في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبي بلاد الشام. لكن هذا الأمر لما بنحكي عن النيوليثيك والعصر الحجري الحديث لم يكن فقط في منطقة الشمال، وإنما في أواسط شبه الجزيرة العربية. أنا شرفت أني اشتغلت سنتين كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وفي هذه الأثناء قمت ب أنا وزميل اللي هو الدكتور عبد العزيز الغزي بزيارة موقع الثمامة، وكان قد اشتغل فيه الدكتور حامد أبو درك، والآن في بعثة أخرى تابعت جامعة الملك سعود تابعت تنقيبات في هذا الموقع. في هذا الموقع نيوليثيك لاحظ أنه أيضا تم العثور على بعض المباني الحجرية في هذا الموقع اللي بعود لي تقريبا للألف السادس هذه المباني، لكن الإخوان في جامعة الملك سعود أيضا عثروا على بقايا أيضا أقدم من هذه البقايا. بنلاحظ هنا مجموعة من الأدوات الصوانية من العصر الحجري الحديث اللي وجدت في مناطق متعددة من شبه الجزيرة، هاي من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، هاي من اليمن، من قطر طلع، من الإمارات، من الكويت. وفي الكويت أجريت حفريات في منطقة الصبية أجرها الدكتور سلطان دويش، وأيضا عثر على مباني على مقابر في منطقة جنوب الكويت أيضا معاصرة، وسأفتي على ذكرها بعد قليل. الآن إحنا انتقلنا من شمال الجزيرة إلى أواسطها إلى منطقة الخليج. في منطقة الخليج أنا أذكر لما كنت طالب الدكتور عبد الله المصري أطلع في عمره اشتغل في هذه المنطقة والمنطقة المحايدة، واشتغل لرسالة الدكتور على عين قناص، وكان أول البادئ يعني بالدراسات في هذه المنطقة. لكن الآن وجدنا أن المنطقة هاي من الكويت من الصبية إلى عمان كانت على تواصل خلال الألف السادس قبل الميلاد، ودليلنا على هذا هو العثور على أواني وكسر فخارية. هذا نوع الفخار بيسميه العبيد، واللي أصله من جنوب وادي الرافدين وانتقل إلى هذه المنطقة، له صفات معينة وتم العثور فيه على أكثر من موقع كما أشرت هنا. هذه بعض المواقع اللي تم العثور عليه فيها. وأيضا الواحد بتسأل كيف وصل هذا الفخار لهذه المسافة. هاي كسرة فخارية
من موقع الصبي في الكويت. لاحظ الرسم اللي عليها، هي رسمة قارب، معناته أنه الناس بهذه الفترة من الألف السادس إلى 3500 قبل الميلاد عرفوا صناعة القوارب. وقرأت أيضا أنه في عمان وجدوا عبارة عن بقايا من القصيب عليها إسفلت، وتوقعوا أن يكون لقارب. إذن هنا كان في تواصل حضاري. على الرغم من هذه الخصوصية، لكن المجتمعات اللي عاشت في الجزيرة في هذه الفترة كانت على تواصل مع بعضها بعضا. أيضا لو أجينا على عمان، لاحظ الأدوات الصوانية الموجودة هنا أيضا مشابهة لتلك من جميع المواقع، وهي بتعود للألف السادس للألفين السادس والخامس قبل الميلاد، بالإضافة للأدوات الحجرية. أيضا أهل عمان بهذه الفترة بالإضافة إلى الرعي عرفوا صيد الأسماك. هذا عبارة عن سنارات صيد أسماك مصنوعة من الصدف البحري، وتعود للألفين الخامس والرابع قبل الميلاد. إذن نرى هنا تشكل وحدات في خلال 2006 والخامس. طبعا سادت المنطقة، يبدو أنه أحوال مناخية رطبة نتج عنها هاي المراعي واسعة، تشكيلات بحيرات، مياه جوفية إلى آخره. صار في عندنا مجموعة من المجتمعات الرعوية اللي سكنت في هذه المنطقة. هذه المجتمعات اللي عاشت في الجزيرة العربية برأيي بعض الباحثين مثل هانسجير جيبل إنها ما استقرت في مكان واحد، بل كانت تتنقل من مكان إلى آخر، وسادها نظام قبلي. صراحة الأمر إنه للأسف إنه هذه المجتمعات أغفل عنها الباحثين لفترة طويلة، حتى بجوز آخر 20 سنة لما صار في عنا دراسات في مناطق متعددة من الجزيرة العربية. في عمان مثلا الدكتورة بيرجيت ميرشن ومجموعة من الزملاء العمانيين اشتغلوا على هذا الموضوع ونشروا كتاب. أيضا في عندنا في الجزيرة في المملكة العربية السعودية في موقع اسمه الرجاجيل. أيضا في المنطقة المحادية بين الأردن والسعودية في بعثة أردنية ألمانية، وفي بعثة فرنسية، وكثير من البعثات الآن في بعثة أيضا دنماركية وغيرها، وتشتغل في بحثا عن هذه المجتمعات اللي عاشت في هذه المنطقة. الناس بيسألوا طبعا، وضعوا مجموعة من التساؤلات. هذه المجتمعات خاصة اللي عاشت بعد 4200 قبل الميلاد في هذه التجمعات في الواحات، هل كانت مستقرة بشكل دائم في هذه التجمعات؟ هل سبب استقرارها الدائم كان المياه الدائمة توفرها، كان فيها بستنة على سبيل المثال؟ حتى أضرب مثال على هذا، بذهب إلى موقع الرجاجيل في منطقة الجوف، بجوز تقرأوا هون على هذه الخارطة اللي هو بالقرب من إسكاكا. هذا من أفضل الأمثلة على الواحات، الواقع أو مجتمع الواحات. لما كنت تزور الرجاجيل، هو معروف من خلال الحجارة المنصوبة والناس كانت تتوقع أنه بعود الإيرلبروز فقط. الآن المملكة العربية السعودية من جامعة الملك سعود ومديرة الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى جامعة برلين الحرة، اشتغلوا في هذا الموقع. ولعدة مواسم، مش موسم واحد، الواقع وصلوا إلى نتيجة أنه هاي الأعمدة المنصوبة مرتبطة أو ترتبط بشكل خاص بمقابر أو قبور. وهل هذا يعني أنه الناس فضلوا البقاء والسكنة عند مقابر أهاليهم في هذه الفترة؟ أيضا بناء على سي 14 ديتس اللي تم العثور عليها، تم التعرف على أنه البداية الاستقرار السكن الدائم في هذا الموقع كانت في الألف الخامس قبل الميلاد. إذن هاي النصب الحجرية كانت مرتبطة أو مصاحبة لوجود مقابر ركامية جماعية في بعضها، وجدوا حوالي 400 شخص. الواقع، هل هذا كان مركزا دينيا منذ الألف الخامس
يعني الأسلحة مدفونين، هل كان هذا له علاقة بالدين؟ هي هذه الأعمدة. الواقع هذا في أكثر من مقالة نشرت عن نتائج هذه الأعمال الميدانية في الأطلال وفي غيرها من المجلات اللي نشرها الإخوان من المملكة العربية السعودية وهزب يورديبي. الآن ننتقل إلى فترة أخرى. الآن شفنا المجتمعات العربية مخيمات دائمة، نيجي إلى مرحلة اللي هي مرحلة من 3500 إلى 1200. أنا يهيأ لي أن هذه المرحلة هي الأساس التي بنيت عليه مرحلة الممالك في الفترة اللاحقة. الغربيين الواقع والرحالة والمستكشفين قالوا أنه الناس في شبه الجزيرة العربية ما وصلوا إلى مرحلة التمدن والمدنية إلا بعد العصر الهلنستي، يعني لما جاءوا اليونان إلى هذه المنطقة وضربوا عليها أمثلة من مواقع ثاج والجرحى والعلا ومدائن صالح وغيرها في المملكة العربية السعودية. لكن كيف يفسر لي هؤلاء موقع مثل العيينة الذي ذكرناه سابقا؟ كيف يفسروا لي مواقع الألف السادس قبل الميلاد؟ كيف يفسروا لي أن لشبه الجزيرة العربية كانت لها علاقات متواصلة مع أواسط آسيا ومع بلاد الشام وبلاد الرافدين ومع إفريقيا من الألف الرابع على الأقل أو الخامس والرابع قبل الميلاد، والأثار هي التي تدل على ذلك. فأنا برأيي أن سكان شبه الجزيرة العربية أي المكان والسكان مظلومين بتفسيرات هؤلاء الناس. إحنا في بناء حضاري متراكم في الجزيرة العربية كما سنرى. طبعا صافي تحولات مناخية، التحولات المناخية أدت إلى في فترة من فترات إلى تناقص مساحات السهول البحيرات إلى آخره، مما أدى إلى في بعض الحالات إلى التحول. الناس يرجعوا للبداوة. أنا بديش أطول لأنه في عندي حكي كثير حول هذه المنطقة يعني الفترة طويلة بنتحدث عنها. لكن في فترة بسموها فترة حفيت. لما بنحكي عن فترة حفيت نحكي عن منطقة راح أجي أذكرها بعد قليل. نيجي على بداية الألف الثالث في الجزيرة العربية. هاي الفترة تميزت بتحركات بشرية كبيرة، تنقلات، تعدد السكان فيها. الناس صاروا يتحركوا من مكان لآخر بحثاً عن مصادر المعيشة. بهاي الفترة من بعد 3000 صار في عندنا أيضاً في عمان بالذات تصنيع النحاس، تصنيع الأواني الفخارية في كل الجزيرة. إذن صار في عندنا تجمعات مستقرة بشكل دائم في بعض المواقع الصغيرة خاصة في شرقي الجزيرة مثل مناطق الهفوف، يابرين، جزيرة تاروت في شرق الجزيرة. أيضا صار في عندنا تجارة متواصلة مع مناطق متعددة خاصة بعد العثور على فخار من وادي الرافدين اللي يسموه جمدة نصر من الصورات الأولى، أيضا مع واسط آسيا. كل هذا أنا برأيي يعد انطلاقة لحضارية كبيرة لهذه المنطقة اللي بدأت في حوالي 2700 قبل الميلاد واللي الألفين واللي فيها حضارة اللي تعرف بحضارة أم النار اللي تميزت بأنه أصبحت المواقع فيها أكبر مساحة، خطوط تجارة كبيرة. جزيرة تاروت لعبت دور كبير في ربط أواسط وشرق الجزيرة العربية بالرافدين وإيران، وبدلالة أنه لو نظرنا إلى هذا إناء مصنوع من حجر ديورايت طبعا أصوله من إيران، لاحظ هنا بهذا التمثال أيضا من الدوسرية بتلاحظ أنه في صفات سومرية من جنوبي بلاد الرافدين. هذه الجرة أصلها من مهنجو دارو وهرابا أواسط آسيا. إذن الدوسرية أنا برأيي هي من السيتي ستيتس اللي ناس ما بيحكوا عنها، من أوائل المدن اللي صارت في شبه الجزيرة العربية. طبعا هذا بناء حضاري لمنطقة
الخليج العربي من 2006 والخامس إلى 1000، أنا ما راح أقدر أشرح عنه، حكيت عنه. وأيضا الآن برجع إلى اليمن، بديش أظلم اليمن. في اليمن طبعا أم الممالك، أم الحضارات، بستطيع أقول أنه في بعثات بالإضافة للبعثات الأثرية المحلية، وهنا أسلم على الدكتور يوسف عبد الله وزملائي أيضا في اليمن، بعثات أثرية إيطالية ألمانية روسية عملت في اليمن. لكن بهمنا أنه بالألف الثالث قبل الميلاد من 3500، هاي المرحلة السابقة لتأسيس الممالك، تم تعرف ديميغري الإيطالي أنه في أعالي المرتفعات الجبلية تم عمل تيرسز أو مصاطب، واستخدمت هذه للزراعة منذ نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث. فالناس أوجدوا لأنفسهم حقول زراعية على شكل مدرجات، وبنوا أيضا لهم بيوت استقروا فيها بشكل دائم، بيوت مستديرة مستطيلة بيضاوية وغيرها. وأيضا هنا تم الكشف عنها أنظمة للري، ومن هنا نرى أن أهل اليمن بهذه الفترة مارسوا زراعة الحبوب والبسنة كما أنهم ربوا الحيوانات. أيضا هذا سلم حضاري لليمن. أيضا بحب أذكر أنه خلال بعد النصف الثاني من الألف الثالث، من الألف الثاني قبل الميلاد ومن الألف الثالث حتى، اليمن كانت على تواصل مع إفريقيا. وأيضا من الملاحظ أنه في موقع في منطقة عدن اسمه منطقة الصبر، هذا فيه كان على تواصل مع شرقي إفريقيا. أيضا بذكرني الآن أنه بالليت برونز تم العثور في موقع هجر ابن حميد على مواقع على أواني فخارية مستوردة من بلاد الشام من فترة عصر من حوالي 1400 قبل الميلاد. الواقع المنطقة كانت كلها على تواصل حضاري مع كل مناطق، سواء بالشمال أو بالشرق أو بالغرب. عمان طبعا عمان هي طبعا امتداد، أو خلينا نقول إنه مشابهة كثير لجغرافيا لليمن، لكن عمان تتميز إنه إذا كان في زراعة في اليمن هنا أصبح في تعدين، وتعدين كان باستخراج النحاس وتصدير خامات النحاس من اليمن. والكتابات الأكادية تذكر أيضا كل عملية الصلة اللي كانت قائمة ما بين جنوبي وادي رافدين وهذه المنطقة. أيضا من ذو الألف الرابع التواصل الحضاري بين اليمن بين عمان وأواسط آسيا موجود، وفي شواهد من رأس الحد ورأس الجنز على هذا التواصل. أيضا يعني هذا في الحال استمر بالألف الثاني من خلال الألف الرابع والثالث والثاني في مرحلة يسمونها مرحلة سوق في عمان، تميزت بوجود قبور وأبراج مستديرة رح نيجي نذكرها بعد قليل، مشابهة لتلك التي عثر عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواقع منطقة جبل حفيت وأم النار وغيرها. إذن هاي بعض المدافن اللي تم العثور عليها في عمان، في مدافن في بات المعروفة، وهاي في منطقة بوشر. شوف لاحظ هنا مدافن ركامية، وهذه أيضا بتذكرني في منطقة سار الجسر، وإذا الدكتور معاوية إبراهيم بسمعنا هو اللي اشتغل في قبور أو مدافن سار الجسر في عمان، هذه خلية النحل أو سموها مشابهة خلية النحل. وبدأت أن أيضا أبين بعض الأواني، بعض الأدوات النحاسية اللي صنعت في عمان. أيضا لازم أمشي بسرعة لا تأخذوني لأنه أدركني الوقت، وهذا بعطينا فكرة عن بناء الحضاري لعمان من منتصف الألف الرابع من حفيت، شو كان موجود فيها سيد أسماك تجين، وهنا استمرارية حضارة أم النار وهيلي في الإمارات، حضارة انتشار حضارة أم النار، حضارة ومرحلة وادي السوق بالإمارات. طبعا أنا ذكرت حفيت، هاي منطقة جبل حفيت الآن طبروا لأغراض سياحية، وهي امتداد لهذه المنطقة تقريبا في واحة البريمي مش بعيدة عنها. وهذا قبر ركامي أو مبني بناء من حفيت، وبتعود لهذه الفترة من 3500 إلى 2500 قبل الميلاد. طبعا هناك
في حضارة اللي تعرف بحضارة أم النار اللي امتدت من 2500 إلى 2000، عبارة عن قبور جماعية تتميز بوجود قبور جماعية لها بقايا لهذه القبور، عثرت في موقع اسمه أم النار في بالقرب من مدينة أبو ظبي، في أيضا أثرت علاقات أو الموجودات اللي وجدت فيه مع وادي السند وفي أكثر من منطقة. هذا مدفن اللي هو معروف ومن المدافن الكبيرة اللي وجدت في الإمارات كما ترون في بالقرب من العين في هيلي، هذا أحد المداخل، في مدخل آخر منحوت عليه بقايا حيوانية، هذا بناء حضاري للإمارات. أيضا لا ننسى الحضارة الدلمونية في البحرين اللي كما ذكرت قبل قليل اللي يزور عمان لابد، اللي يزور البحرين عفوا لابد اللي يزور قلعة البحرين دلمون. الحضارة الدلمونية يعني بدأت يقال إنها في البحرين، كانوا يفكروا إن البحرين هي دلمون كل شيء، لكن الآن هاي الحضارة اللي تميزت بوجود أختام دلمونية أصولها من أواسط آسيا تم العثور عليها بجزيرة فيلكة بالكويت امتدادا حتى عمان، وهذه الفترة كانت فترة مزدهرة في منطقة الخليج العربي، مزدهرة بالتجارة بشكل خاص. أيضا بالإضافة إلى الأختام وإلى آخره اشترت المدافن، وكما ذكرت هاي موقع سار الجسر اللي اشتغلت فيه البعثة العربية برئاسة الدكتور معاوية إبراهيم، وبشوف هاي بعض الرسومات لمدافن. أيضا هناك معبد بربار بمراحله البنائية الثلاث اللي بزور البحرين يجب أن يزوروا بعود لهذه الفترة. بالنسبة كل الناس كانت تتحدث عن الخليج، عن شمال الجزيرة، عن جنوب الجزيرة، لكن الدراسات لمنطقة نجد أو أواسط شبه الجزيرة العربية ما ذكرت، كل الناس يعني كانوا بتجنبوا العمل فيها إلا قبل عدة سنوات قامت بعثة من جامعة الملك سعود ومن دائرة الآثار بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخوة الباحثين الأجانب بالعمل في هذه المنطقة اللي هي في واحة الخرج بشكل خاص. وواحة الخرج طبعا هي بتحدها من شمال دومة الجندل ومدائن صالح، وطبعا تمتد إلى الجنوب بعد تم العثور فيها على مدافن بتعود إلى 1003 قبل الميلاد، أيضا تم العثور فيها على بعض المباني أو مش مباني structures بتخص أنظمة مياه مثل الأفلاج والقنوات وغيرها والآبار. طبعا هذا مثال على أنه هذه المنطقة كانت أيضا فيها ناس، وتم يعني الدكتور عبد العزيز غزي واللي من معه نشروا، والدكتور سعيد السعيد بتصور نشروا قبور وما عثر فيها من أسلحة معدنية بيعتقدوا أنه أصلها إما من بلاد الشام أو وادي الرافدين، إنها كانت بتخص القبائل البدوية متنقلة أو ربما بعض الجماعات اللي استقرت فيها طوال السنة. أنا يهيأ لي لسه إحنا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث في هذه المنطقة. هاي بعض القبور اللي تم العثور عليها في هذه المنطقة، وكما نرى هنا قبور مستديرة الشكل، أيضا وجدوا مذنبات قبور على شكل ذنب يعني طولها بعضها وصل حوالي 20 متر، وطبعا في بعضها وجدوا قلت أنا بعض الأسلحة من بداية الألف الثاني قبل الميلاد وهكذا دولك. أمشي بسرعة بتشكيل ممالك في دول في شبه الجزيرة العربية بحوالي 1200 قبل الميلاد، الناس في الجزيرة العربية استقروا في مدن كبيرة
خاصة في مناطق الواحات وعلى الطرق التجارية. وتشكلت هناك مجموعة من الممالك زي ما ذكرت ابتداء من 1200 ربما تكون سبا ومعين البداية، لكن كما ذكرت في بداية حديثي أنه هناك نقش أرامي في واحة العلا بعود، خلى دكتور سليمان ذيب يعتقد بأنه دادان في وادي القرى أنه بتعود أيضا معاصرة لبدايته. في مجموعة من الدول والمدن أو الممالك اللي ظهرت في هذه الفترة، لن أستطيع أن أتحدث عن كل واحد، كل واحد يبدأ محاضرة، منها دولة ميديان أو ميديان، دادان، لحيان، الأنباط، كندا، أدوماتو في دومة الجول في منطقة الجوف، كان المملكة العربية اللي حاكمها الأوكايدر، سبأ، معين، حضرموت، قطبان، أوسان، حمير وغيرها. طبعا الآن طبيعة الحياة الواقع في عمان في العصر الحديدي، إحنا الآن نحكي عن الممالك الواقع. أنا يعني في عمان في عندك وادي سوق، في حضارة أيضا، في مقابر، في كلها مشابهة لما كان موجود في الإمارات والبحرين من العصر الحديدي، في مراكز كبيرة حضارية كبيرة. بس أنا ما قرأت يعني لتشكل دول أو ممالك زي ما هو في اليمن، في الحجاز أو في غربي الجزيرة العربية. لكن هنا نستطيع نقول أنه في الإمارات مثلا كان في عندنا نظام الأفلاج اللي بيستخرجوا المياه الجوفية، وعثر على عدد من المواقع الهامة جدا. والواقع هنا في منطقة الإمارات العربية أو خلينا نسميه غربية أو منطقة الخليج العربي، تم العثور على ما يؤكد التواصل الحضاري ما بين اليمن وما بين هذه المنطقة في العصر الحديدي، خاصة الكشف عن فأس حديدية عليها كتابة بالخط المسند وأيضا خطوط مسندية. ومن أهم المواقع ممكن نذكر المويلح والرميله وغيرها من المواقع الأخرى. يبدو أن سكان منطقة الخليج ضاعف في هذه الفترة، كان لهم علاقة بعيدة أيضا، استمرت العلاقات والاعتماد على الزراعة بوجود الأفلاج الزراعة المروية. الآن هذا بعد يعني أنا كنت حبيت أفرجي خارطة للتوزيع الممالك في اليمن وبناء حضارة إلها. بنتقل الآن بعد تأسيس الممالك إلى التجارة. يعني اللي يمكنك أنه الناس بفكروا أنه الجزيرة العربية هي الصحراء والجمل، وبنسوا أنه كان فيها تجارة رائدة منذ الألف الرابع قبل الميلاد على الأقل وإلى الآن. لاحظ الآن هذه خارطة أو خريطة تمثل المسالك التجارية سواء البرية أو البحرية التي ربطت شبه الجزيرة العربية وسكانها مع الداخل والخارج. لكن هذه المسالك والدروب لابد إلا أنه بني عليها محطات تجارية. المحطات التجارية هي كانت الأساس لتشكيل تشكل المدن، واللي بالأساس فيها تشكل الدولة. بالإضافة لهيك العملية النقل كانت عن طريق الجمال طبيعة الحال، وهي دمية لجمل وجدت في اليمن. وشو بإيش كانت تأجره؟ احنا عارفين باللبان والمر والطيوبة غيرها. اللي بيقرأ كتاب زارنس اللي ترجم الدكتور معاوية وزارنس، الواقع ترجم الدكتور معاوية وزميل نسيت اسمه عفوا، الواقع بتبين لك انه اصل تجارة اللبان والمر من جنوب الجزيرة، بحكي بظن عمان، ظفار او اليمن، اللي هي هاي الاساس. واذا عندنا بترول الان كان في عندنا بخور ولبان في العصور القديمة. التجارة أيضا كانت مش بس لبان وإلى آخره، مع التجارة بيكون في توارد وتصدير أفكار، وهذه الأفكار هل تأتي مع الناس أو تنتقل بواسطة تجار رايحين والجايين، أي تنتقل بانتقال مجموعات أو تجارة. أنا يهيأ لي بالتجارة. شفنا
احنا بلاد الشام كانت تستورد البخور والحجر الصابوني من الجزيرة العربية، وأيضا نصوص تل مرديف اللي هي من نهاية الألف الثالث قبل الميلاد توضح لنا أنه كان في صلة تجارية ما بين بلاد الشام والجزيرة العربية. وأيضا هذه الأواني الفخارية، هناك في بعثة ألمانية اشتغلت في واحد تيمة وفي موقعين في تيمة وفي القرية، وتم العثور في القرية على عدد من الأواني الفخارية اللي بنسميها المديانية. والحضارة مديان بعض الناس بيعتبر إنها بتضم جنوب الأردن وفلسطين وسيناء وواحد تيمة حتى العلا. يعني الواقع هذا الفخار نوجد منه في وادي فينان في الأردن وأيضا في جنوب فلسطين، وهذا بدل على التبادل الحضاري. وننساش أنه الأنباط اللي حكموا من دمشق إلى العلا والتجارة التجارية التي كانت رائدة ما بينهما مع مصر، الواقع هناك في دلائل أنه من زمن رمسيس الثالث البعثة الألمانية اشتغلت في تيمة وجدت هذا الرأس للثور المصنوع من الفاينس المصري، وهذا ختم لرمسيس الثالث أيضا وجد في تيمة بدل على العلاقات التجارية اللي كانت موجودة أيضا مع المناطق الأخرى اللي خاصة وادي الرافدين شبه القارة الهندية، كله كان يعني حكينا عنه ومثبت من خلال الأواني الفخارية من خلال النحاس، تجارة النحاس وغيرها. إذن كان في هناك تجارة رائجة ما بينها. الآن هذا بسرعة عن التجارة. عن الديانات، الواقع أنا ما أرى أنه الناس ميخذ فكرة خطأ أنه كانت توقع أنه أهل الجزيرة قبل الإسلام كانوا كلهم عبدة أوثان. أنا بتصور أنه يجب أنه نصحح هذه المعلومة، لأنه الجزيرة على تواصل مع كل المناطق المحيطة فيها، فهذا يعني تلاقح أفكار، تبادل مجموعات بشرية إلى آخره. واللي بدرس الجزيرة العربية والديانات اللي كانت فيها بشوف أنه كان فيها الديانة الحنيفية الأحناف اللي دعوا إلى عبادة الإله الواحد الأحد إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان فيها نعم المثنية موجودة بس مش هي لحالها، كان في عندك اليهودية النصرانية المجوسية، إذن كان في عندنا تنوع بهذه الديانات. وأنا لو بدي أتحدث عن كل فترة، والصابئة كمان نسيت مش بذكرها هون، كانوا الناس بيمارسوها. إذن كان في عندنا تعدد في الديانات في الجزيرة العربية، وهذا الأمر يعني مهد إلى ظهور الإسلام في حين. الناس بتحكي الآن عن المسيحية في الجزيرة العربية. الواقع المسيحية ظهرت طبعا في سيد المسيح ولد في فلسطين وجاء إلى الأردن وراح ذهب إلى مصر. يعني الديانة النصرانية كانت تسمى نصرانية لعام 324 لما إجا بولس بالاتفاق مع قسطنطين وأصبحت تسمى بالديانة المسيحية. الديانة النصرانية بتصور في اليمن موجودة، دخلت عن طريق الحبشة، وفي نجران كانت موجودة، في مكة كانت موجودة. أيضا لو أجينا على شمال الجزيرة أهل الحيرة، طبعا إحنا بعد نعرف بعد مجمع خلفيدونيا وصار في عملية انفصال بالكنيسة، صار في عندنا النصرانيين العرب اللي ذهبوا إلى الحيرة، وهناك يعني تجمعوا هناك سموا باسم العباد، وظهرت مجموعة منهم في منطقة الجزيرة العربية. طبعا احنا نعرف انه الأحباش لما دخلوا اليمن ايضا بنوا كنائس، ولا ننسى كنيسة القليس اللي في صنعاء اللي بناها
أبرهة الأشرم. على أي حال، إذا كان في ناس مسيحية في الجزيرة العربية انتشروا في مناطق متعددة، وهؤلاء الناس كما ذكرت قاموا بناء كنائسهم في نجران، ولا ننسى أصحاب الأخدود، وفي صنعاء وظفار وغيرها من المناطق. اليهودية أيضا كانت موجودة، لكن إحنا ما عندنا أخبار عن اليهودي خارج الكتب السماوية وخاصة التوراة. والقرآن الكريم ذكر كلمة يهود في عدد من السور القرآنية، مثل قوله تعالى: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما صدق الله العظيم. طبعا أنا يعني هذا يدل على شيء، بدل على التواصل الحضاري وما بين الجزيرة العربية وشمالها وشرقيها. يعني أبناء الديانات دخلوا إليها من بلاد الشام ومن وادي الرافدين. طبعا هناك في أكثر من قول حول وجود اليهود، لكن في النصوص المكتوبة ما في ما أذكر أنه ذكروا أنه يعني حتى أثار أنه ما في. إحنا نعرف أن الملك الحميري دونه واستهود، ولكنه أيضا سوف أتأهل ذكره هزم على يد الأحباش. الحالة الاجتماعية في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية قبل الإسلام، من هنا نرى أنه سادها تنوع فكري وثقافي واجتماعي، في تلاقع أفكار وثقافات. أنا زرت موقع الفاو على أطراف الربع الخالي اللي حفرت في جامعة الملك سعود وبإشراف الدكتور عبد الرحمن الأنصاري شفاه الله وعافاه. هذا الموقع فيه أربع معابد، في سوق تجاري كبير تم العثور فيه على مقابر، على تماثيل، على مخلفات حضارية، على كتابات تجاوز 2000 نقش. هذا بدل على هذا المجتمع اللي كان إيش؟ مجتمع حضاري أم ماذا؟ اللي بكتب في خط بالكتابة اليونانية، عربي مسند وغيرها وغيرها. على أي حال، إحنا بنعرف سكان الجزيرة انقسموا ما بين نوعين، اللي هم أهل الوبر وأهل المدر، اللي هم البدو والحضار. هناك في قبائل استقرت في واحات طبعا، وكان في هناك طبقات اجتماعية. الناس يعني أنا بدي أختصر بسرعة، حد بتصور أنه كان في طلاق وزواج وفي مهور قبل الإسلام؟ كان في زواج أنه إذا واحد تزوج محدي مسبية وجابت الولد تصبح أو أنجبت تصير حرة؟ المرأة كان لها مكانة اجتماعية. ستنا خديجة كانت تاجرة، النقوش الإحيانية والنبطية تشير إلى نساء حاكمات. أنا مدى أنسى اللي هي دومة الجندل، شمس الملك الشمس اللي هجمها الأشوريين وسبوها إلى أشور. فإذا إحنا بنعرف أنه كان في تعدد طبقي، كان في نساء لهم قيمة اجتماعية، كان في طلاق، في زواج، في طلاق، في فراق، وهكذا دواليك. أنا بدي أجي على أيضا نقطة أخرى مارست سكان الجزيرة العربية، اللي هي الفن والفنون. طبعا إذا بدي أحكي عن الفنون في الجزيرة العربية، هذا الفن النقش أو الرسم على الواجهات الصخرية أو الحجارة. هذا في واحد اسمه أناتي نشر 6 مجلدات، اللي يعني فيه كثير من الإخوة في الجزيرة العربية الباحثين في كل الدول منشغلين بدراسة هذه الرسومات الموجودة. بنلاحظ هناك رسومات حيوانية وبشرية، لاحظ هذه الرسمة لجمل نعام، أيضا هذول يقال إنه لبعض آلهات. بالإضافة إلى النقش على الحجر كان في تماثيل، لاحظ هذه من 1000 قبل الميلاد
بعضها من تيجي للعصر الهلينستي، بخاصة هذا التمثال اللي برونزي من اليمن، وهذا لملك يمني. لاحظ المنحوتات تمثل إما ملوك أو آلهة بأي شكل من الأشكال، وأيضا في منحوتات حيوانية، هذا لجمل، هاي من الإمارات، هاي مبخرة من شبوة، لاحظ الجمل، وهاي من العلا. أيضا كان في رسومات فريسكو، هاي من الفاو. أيضا أنا يعني تشوفوا هاي الحلي والمجوهرات من مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية. لاحظ هذا المشط وهذا المشط، واحد من عمان واحد من الإمارات من الألف الثالث قبل الميلاد. العقود يعني الخواتم، النظام السياسي في الجزيرة العربية كان متعدد. عندنا بنعرف أنه ساد نظام القبيلة، لكن كان في نظام ديمقراطي. بقدر أقول لك أنه لما بضرب مثال على دار الندوة اللي بناها قصي بن كلاب، وكان هذا الناس إذا اختلفت تذهب إلى دار الندوة هذا وتتحدث فيه وتناقش الأمر. كان في عندنا نظام الإمارات أو ممالك صغيرة مثل الممالك في اليمن، في الحجاز، وفي شمال الجزيرة العربية في ممالك أو إمارة مثل مملكة كندا عاصمتها قريه أو الفاو. كان في عندنا نظام الملك اللي قلنا في اليمن. على أي حال، إذن كان في عندنا نظام دولة المدينة، في أكثر من نظام. إذن الجزيرة العربية لم تتمتع بنظام سياسي واحد وإنما متعدد. طبعا اليونان يعني شبه الجزيرة العربية على الدوام هي مطمع للقوى الخارجية. بوجود اللبان والبخور اللي كان يستهلك بشكل كبير في المعابد اليونانية، الإسكندر المقدوني أراد أنه يعرف أماكن وجود هذا شجر هذا اللبان والبخور، فأرسل مجموعة من الحملات إلى سواحل الجزيرة العربية. ونحن نعرف أنه أسسوا لهم مدن ومراكز، مثلا في الجرهاء دخلوا البحرين كان اسمه تايلوس، الفيلتشا وغيرها من المناطق. وأيضا أسسوا لهم موانئ مثل ميناء لوكاكومي. هم اليونان لما أجوا هم مش أسسوا بس لهم مراكز، وبعد إرسال حملات حولوا الخط التجاري من بري اللي كان مسيطر على الأنباط إلى بحري. العرب تعلموا طبعا منهم ومن الفرس ضرب السكة أو النقود، وأتم العثور على عدد من النقوش اليونانية في مناطق متعددة من الجزيرة. الأحباش قلنا اجوا لهذه المنطقة، وعندما تهود الملك بنواس صار في صراعات داخلية وجاءوا الأحباش إلى المنطقة. الأحباش جاءوا لأنه ذو نواس لما تهود قتل النصارى، فهؤلاء الأحباش يعني جاءوا لمساعدة النصارى في هذه المنطقة. وبعدين بمجيء الإسلام وقبله حتى انتهت سيطرتهم. الفرس أيضا سبحان الله، الفرس كان لابد إلا أنه يدخلوا، هم دخلوا من أيام سيف بن ذي يزن، هم ما أجوا بس يساعدوا اليمن حتى تخلص من أحباش، هم جاءوا أيضا ليسيطروا على الطرق التجارية اللي معروف، لأنه اللي بيسيطر على الطرق التجارية بيسيطر على كل شيء في المنطقة. وبنعرف أنه دخلوا صنعاء في 575. على أي حال، الفرس سيطروا على مقالي التجارة وانتهى الأمر بقدوم الإسلام. الآن قبل ما أذهب إلى السلايد الأخير، يا ترى كل اللي شفناه هل نستطيع أن نوصف مجتمع أو الناس اللي كانوا في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام أنه مجتمع كان جاهل؟ الواقع كما نعلم، يعني أنا لا أود أن أخوض في هذا الموضوع كثيرا، لكن كلمة جاهلية وردت في
القرآن الكريم، وربما والله أعلم الجاهلية جاهلية في الدين وليس في الحضارة، لكن أنا بتصور أنه هذا المصطلح ربما كان المقصود منه أنه الناس الجهلاء، يعني ليس بالضرورة أنه الناس كما كانوا يعرفوا ولا شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا يعني أنه كان في المجتمع ما قبل الإسلام أنه مجتمع فيه الخير. ولا ننسى أيضا أنه في مجتمع شبه الجزيرة العربية كان ناس من أصحاب الرسالات السماوية، لكن هذا المصطلح تم التوكيد عليه من قبل المؤرخين العرب الأوائل والحركة الشعوبية اللي أرادت أن تظهر أن كل مرحلة ما قبل الإسلام كانت مرحلة سيئة. وعلى أي حال هذا موضوع جدلي وبحاجة إلى نقاش، وبهذا أقول لكم شكرا جزيلا، وأرجو أن أكون قد أوصلت لكم صورة واضحة ونقلت لكم صورة واضحة عن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. وأنا من هنا ومن هذا المنبر أحيي جميع أبناء الجزيرة العربية إخواننا في كل شيء، فإحنا امتداد لهم وهم امتداد لنا، والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي على هذه المحاضرة القيمة. نود أن نشير للإخوة والأخوات الذين يحضرون الآن هذا اللقاء بأننا بإذن الله سننشر تسجيلا كاملا للمحاضرة عبر حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي في اليوتيوب، وذلك إن شاء الله خلال اليومين القادمين. الآن ستبدأ وقت المداخلات. هناك بعض الباحثين والإخوة طلبوا مداخلات صوتية، كان أولهم الدكتور شريف قعيش من الجزائر الشقيقة، لكن يبدو أنه اختفى عن الشاشة من نحو دقائق، إن عاد سنعطيه المجال. بعديه مباشرة طلب الأستاذ حسين الخليفة مداخلة، فسنتيح له إن شاء الله الميكروفون الآن. أستاذ حسين، نرجو تفعيل الميكروفون، ونرجو أن يكون السؤال بما لا يتجاوز نصف دقيقة، والمداخلة بما لا تتجاوز دقيقة والنصف. تفضل أستاذ حسين. السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. السلام. شكرا لمؤسسة عبد الرحمن السديري على هذه الفرصة الجميلة، شكرا لمعالي الدكتور زيدان، وحقيقة يعني الوقت لا يكفي لموضوع مثل هذا، فنحتاج المزيد ثم المزيد. الفترة الزمنية طويلة جدا وتحتاج إلى وقت أكثر ومزيد. حبيت أضيف يا دكتور بخصوص منطقة الجوف. أولا حسين الخليفة مدير عام السياحة والآثار سابقا من منطقة الجوف. اكتشفت مؤخرا الآن موقع جميل جدا ورائع لجمال منحوتة بارزة كبيرة الحجم، يعني شكل رائع ومتعدد ومختلفة. الموقع هذا بالبداية كنا أرخناه حوالي 2000 سنة، ولكن اتضح بعد عمل فريق مشترك سعودي إيطالي فرنسي في الموقع، اكتشفنا أن الموقع يعود إلى حوالي 6000 سنة ماضية، بسبب بعد الحفر في مجسات في الموقع أثر على بعض الأدوات الصوانية المتعلقة بالعصر الحجري الحديث. فهنا يعني على ما يبدو أن الفترة الزمنية هذه قبل استئناس الجمل، لما نتحدث عن 6000 أو 4000 قبل الميلاد أنها تكون قبل هذا. اسم الموقع أخرى تم هلا؟ اسم الموقع بالله أستاذ حسين، اسم المركزات هو شمال سكاكا، قريب تقريبا حوالي 20 دقيقة وأقل من مركز والله المدينة. والله إحنا ما ننسى سكاكا، جينا عليها أكثر من مرة وقابلناكم أكيد، صحيح ودومة الجندل وكل المنطقة زرناها، ونتمنى أنه هاي المؤتمرات اللي بالفعل تظل على تواصل، لأنه مركز عبد الرحمن السديري الثقافي كان بالفعل يعني إشعاع ثقافي، وإحنا جينا وأكثر من موضوع تم البحث فيه، والمؤتمرات جمعت كل العلماء العرب والأجانب اللي بيدرسوا
شبه الجزيرة العربية. يا ريت إنه كورونا تبتعد عنا ونعيد هذا اللقاء الله. هذه اللقاءات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الموقع هذا يا دكتور يعني يعتبر الآن هو موقع فريد على مستوى الجزيرة العربية. آمل يعني في المستقبل أن يكون مدرج ضمن مواقعنا المهمة. كذلك جنوب دومة الجندة عثرت على العديد من مواقع نيولوثيك والأدوات الرؤوس السهام والمكاشط والمخارز على سطح الأرض وبكثرة كانت في السابق غير موجودة وغير مسجلة، وهذا يدلل على الانتشار الإنسان القديم، إضافة إلى كما تفضلت سابقا موقع الشويحطية كأحد أهم المواقع المؤرخة بالمليون و300 ألف سنة. شكرا لك دكتور زيدان، ونأمل اللقاء إن شاء الله. وإذا جيت على الأردن إحنا معزبينك يا رجل. أتشرف يا الله يزيدك شرف. الله يحفظك. الله يعافيك. شكرا لكم. شكرا. المداخلة الثانية لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق المعمري. دكتور عبد الرزاق المعمري تفضل. دكتور عبد الرزاق هل تسمعنا؟ إذا كنت تسمعنا دكتور عبد الرزاق تفضل. طيب إذا يسمعنا دكتور عبد الرزاق. نعم الآن اسمعكم. أيوة أهلا. سلام الله عليكم. أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله. سعيد جدا. يعني سعادتي لا توصف. إنني أرى أخي وزميلي سعادة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي، يعني وإلمامه هذا الرائع بتاريخ الجزيرة العربية، وهو بهذه المحاضرة أعطى صورة متكاملة لتاريخ الجزيرة العربية من حوالي 1,400,000 سنة، 1,400,000 سنة حتى اللي هو المرحلة الإسلامية، وسلط الضوء على أيضا الكتاب اللي أصدره في 2017 تاريخ شبه الجزيرة العربية وآثارها قبل الإسلام، وهو الكتاب الرائع هذا نقرره نحن لطلابنا في الجامعات. أدعو له طول العمر والتوفيق والسداد. وبالنسبة لقضية اللي هو الجزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين، هي عبارة عن وحدة متكاملة ثقافية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تناول جزء واحد منها دون النظر إلى الجزء الآخر. وفي هذه المناسبة أيضا أتقدم بالشكر والعرفان لمؤسسة عبد الرحمن السليري ومركزها الثقافي الذي قدم خدمات جليلة للمجتمع داخليا في المملكة العربية السعودية وخارجيا، ودليلا على ذلك مجلة أدوماتو وهذه المحاضرة والندوات المتعددة. أدعو له أن يسكنه الله منزلة كبيرة بهذه الخدمات الكبيرة. وشكرا جزيلا أيضا للأخ الأستاذ محمد صوانة على خدمة هذا المركز وخدمة الباحثين، وللجميع شكرا جزيلا. ولا أستطيع أن أضيف أي كلمة على ما قدمه أخي وعزيزي الدكتور زيدان كفافي في تاريخ، يعني عنده إلمام واسع، ولكم الشكر جميعا. عفوا، ونحن مشتاقون لكم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. في الدكتور إبراهيم عبد الستار. الدكتور إبراهيم عبد الستار إذا كنت تسمعنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الستار، أستاذ الأثار المصرية القديمة بكلية الأثار جامعة الفيوم، وحاليا بقسم التاريخ كلية الأداب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. وفي البداية بحيي عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الكتاب القيم، وأيضا مركز عبد الرحمن السديري أنه أتح لنا الفرصة لمثل هذه المحاضرة. أنا بس لي مداخلة مع سعادة دكتور زيدان كفافي، بما أنه أكثر مني خبرة وأكثر مني اطلاعا على تاريخ وأثار الجزيرة العربية، ويبدو إلمامه الواسع بها. سؤالي عن منطقة وسط الجزيرة العربية، وخصوصا في الألف الثاني قبل الميلاد، ومدى الانتشار الحضاري في وسط الجزيرة العربية وخصوصا في المملكة العربية السعودية.
سؤالي الثاني عن عملية التواصل والاستيطان الحضاري الممتد، يعني للأسف يمكن بسبب يعني نقص الدراسات أو الحفاير اللي تقدر تلم 3.5 مليون كيلو متر اللي تحدث عنهم عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان، بنرى إن إحنا بننتقل من مواقع لمواقع أخرى عبر أزمنة مختلفة دون أن نجد لحمة لتواصل حضاري لموقع ما منذ مثلا ولنقل العصر الحجري الحديث وحتى بداية الإسلام. فموضوع التواصل والاستيطان الحضاري المتواصل لموقع ما لازلنا نفتقده في الجزيرة العربية. موضوع المواقع الأثرية في منطقة وسط الجزيرة العربية خصوصا في المملكة العربية السعودية وخصوصا في فترة الألف الثاني قبل الميلاد لا زال يحتاج إلى شغل كتير، دراسات كثيرة، عمليات حفر وتنقيب لمعرفة في هذا الجزء بالذات وفي خلال الألف الثاني بالذات كيف كان وسط الجزيرة العربية. مرة تانية أنا بشكر عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي على هذا الطرح الشيق الممتع، وكذلك مركز عبد الرحمن السديري اللي مجمعنا على هذه المحاضرة القيمة، وألف شكر لكم جميعا. شكرا دكتور إبراهيم. شكرا دكتور إبراهيم اللي تفضل فيه صحيح 100% أنه الدراسات في منطقة وسط الجزيرة العربية، أنت تقصد منطقة نجد، أنه ما بدأت إلا متأخرة جدا، والمسوحات الأثرية اللي صارت واللي نشرت في الأطلال اللي صارت بالسبعينات وهيالي أنها تجنبت دخول الصحراء. إحنا الآن الإخوان بالمملكة العربية السعودية وضعوا حجر الأساس، وهناك بعثات سعودية وأجنبية بدأت العمل، لا نزال بحاجة إلى مزيد من العمل في هذه المنطقة. أما وجود موقع واحد من تلاقي فيه تتابع حضاري من النيوليثيك وحتى الإسلام، هذا صعب جدا تلاقيه في معظم المناطق العالمية مش بس في الجزيرة العربية. شكرا. عندي يظهر دكتور عبد ليلى الماجد، تفضل إذا كنت تسمعنا. الاسم يظهر عندي عبد ليلى الماجد، إذا كنت تسمعنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله دكتور زيدان. يا هلا بيك. أهلا مرحبا. معك ابنك عبد الإله الماجد، أحد الخريجين من كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا، تشرفنا. الله يسلمك، الشرف لي والله. في البداية صراحة أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير والامتنان على هذه المحاضرة القيمة، وبالإضافة أشكرك شكر خاص لكتابك اللي هو تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام وأثرها، اللي بصراحة أضاف لي الشيء الكثير صراحة واستفيد منه شخصيا وأقرأ دائما. لكن في حاب أخذ رأيك وتعليقك بخصوص حاجة معينة اللي هي مثل ما تطرقت له في بداية المحاضرة، اللي هو في جزء الممالك العربية، اللي هو بخصوص مدافن الخارج أو آثار الخارج اللي هي في جنوب منطقة الرياض. طبعا في هذه المنطقة في جدل كثير يقول بأنه هذه المنطقة كانت عاصمة لمملكة اليمامة اللي كانت تحكم قبل الميلاد إلى أن سقطت على يد أسعد الكامل الحميري، وكانت هذه المملكة يعني مكان لقبائل طسم وجديس، وكانت المملكة هذه يعني مملكة يعني عاشت طويلة، يعني عاشت فوق 1000 سنة، وكانت متخذة حجر اليمامة أو جو اليمامة أو الخرج يعني اللي قريبة من موقع عين فرزان كعاصمة لهم. فأودي أخذ تعليقك عن هذا الموضوع، خصوصا أنه هذا المكان ذكر باسم جوديست في جغرافية بطليموس اللي هي قبل الميلاد طبعا، أنه في وسط الجزيرة العربية أنه كان في دولة أو مملكة اسمها بمسمى جوديست، وهي قريبة من مصطلح جديس اللي هي كانت تحكم هذه المملكة. فودي أخذ رأيك، هل فعلا كان في مملكة قائمة لها ملك ولها نظام حكم في وسط الجزيرة العربية باسم مملكة اليمامة أو لا؟ حاب أخذ رأيك في الموضوع هذا. دكتور عبد الإله، أنا ما حصل لي الشرف أني قابلتك يبدو. الله يسلمك.
احنا كأثريين يجب ان نتحدث بكل ما تقوله او ما يعثر عليه الباحثون من اثار في هذه المنطقه. هل تم العثور على ماده اثريه او كتابات ممكن ان ننسبها لهذه المملكه؟ يعني هو ما يعني هو كل ما اخي عبد الاله كل ما عثر عليه حتى الان عباره عن مقابر صح؟ صح وجزء افلاج، لكن احنا الان بحاجه الى مزيد من الابحاث الميدانيه في هذه المنطقه حتى نستطيع ان نصدر حكما على هذا. نحن الان في صراحة الأمر كعرب يجب أن نتوخى الحذر مما ينشر حول أثارنا وبلادنا العربية، ولا أود أن أذهب بالتفصيل، لكن أنا أحذر عما أو مما يجري الآن. يجب أن نتنبه، إحنا الآثار الموجودة هي التي تدل علينا، والسلام عليكم. شكرا. الأخ عندي يظهر الاسم عبد الهادي العجمي، إذا كنت تسمعنا تفضل عرف نفسك وتكلم بمداخلتك. عبد الهادي العجمي. العجمي. إيه مساء الخير. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالكويت كلها. أهلا بك عبد الهادي العجمي من جامعة الكويت. أهلا يعني وسهلا. أولا أشيد بهذه المحاضرة الشيقة التي صال فيها أستاذنا وجال في عرض منجزات الجزيرة العربية الحضارية، وكانت الفكرة واضحة جدا في استعراض واسع ممتع جدا وغني وإجابة لسؤال عن طبيعة الحضارة العربية. لأن أستغرق كثيرا في ثناء على أستاذنا، كلنا شفنا ما قدمه، لكن أبي أوجه سؤال إذا سمحت لي بحكم جهلي في هذه الفترة. لا استغفر الله. وأيضا أني محتاج، عندي بعض الأسئلة. باتريس شكرون في كتاب تجارة مكة احتجت احتجاج بسيط جدا، هذا الاحتجاج عقلي لكنه ينافي طبعا الموجودات الأثرية. هي تقول مثلا ما الذي يجعل التجارة تسير في درب الصحاري على ظهر الجمال التي ستكون مكلفة تكلفات كبيرة جدا في مقابل وجود الخطوط البحرية سواء على الخليج أو على البحر الأحمر، وكلاهما تحمل كميات أكبر من المضائع وبكلفة أقل بكثير مما يحقق أرباح وعوائد مالية كبيرة جدا. السؤال اللي عندي دكتورنا، إذا أخذنا هالمحاضرة الملاحظة بعين الاعتبار، طبعا الموجودات الأثرية تثبت وجود خط بري واضح في مناطق كبيرة جدا. الفاو زالت تقريبا في القرن الرابع الميلادي، قصي وقصة ازدهار تجارة مكة وهاشم في القرن الرابع الميلادي الخامس الميلادي، ثاج واندثارها، كل هذه المعطيات كيف نستطيع أن نفسرها؟ ما الذي يجعل طريق تجارة مكة يزدهر في القرن الرابع وتختفي الفاو وتختفي ثاج في فترات مثل هذه الفترات؟ هذا المحرك الغريب لاندثار ممالك كبيرة جدا على طرق التجارة، يعني الممالك اللي في الشمال في الأردن وفي شمال المملكة تندثر لسيطرة وهجوم من القوى المركزية. هذه المناطق البعيدة لماذا تندثر؟ آسف على السؤال الطويل وأعتذر، لكني أستغل الفرصة لأستفيد. شكرا لك أستاذنا. أخي دكتور عبد الهادي، ألف تحية لك وللزملاء في جامعة الكويت، أنا سعدت بسمع صوتك. السؤال اللي طرحته بدل على عمق تجربة. أولا التحول طرق تجارية، أنا يهيأ لي أول قضاء على الفا وكندا وإلى آخره، الأمور بالنسبة لي بتصور تدخلات خارجية. كما ذكرت أنا أن الأحباش دخلوا إلى اليمن والفرس دخلوا إلى اليمن، وهذا كله بيأثر على التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأنت أعلم مني لما أجوا اليونان
غيروا خط التجارة من بري إلى بحري. ليش ما عملوا أو طريق بحري عوض عن البري، علما أن البري جمال وتكلفة إلى آخره؟ أنت تعرف العرب دائما وأن اختلفوا دائما على تواصل وتحاب، فكانت القبائل العربية الموجودة بالجزيرة على تواصل. يعني أنت تعلم أنه في العلا كان في مكان، وفي مدائن صالح مكان للمعينيين أهل اليمن تجار، فكان في محطات على طرق القوافل. هاي المحطات اللي من اليمن إلى مدائن صالح بالشمال تعطيك فكرة عن الترابط اللي هي كان موجود أو التواصل ما بين المجتمعات العربية اللي سكنت بهذه المناطق. وأنا ضربت مثال أنه في أواني فخارية، تصور أخي عبد الهادي، وجدت في موقع هجر بن حميد في اليمن، مستوردة من جنوب بلاد الشام من 1400 قبل الميلاد. هذا بيحكي على أنه الطريق موجود بالأول، يعني على تواصل. يعني الآن لما دخل الأحباش سيطروا على الناس، طبعا هذا بده أثر، كذلك الفرس. احنا دائما يعني سبحان الله مطموع فينا. شكرا. شكرا دكتور. في عندي مداخلتين، عندي يظهر الاسم محمد الطراونة، والذي يليه الدكتور علي إطعيمان. سنتيح المجال للاسم محمد الطراونة، تفضل عرف نفسك وتفضل، أرجو تفعيل المايك من طرفك. نعم، مسموع الصوت دكتور الآن؟ نعم تفضل. مساء الخير جميعا، أسعد الله مساءكم. الأستاذ دكتور محمد بركات طراوني، جامعة حسين بن طلال. طبعا بداية أوجه جزيل الشكر لمؤسسة عبد الرحمن السديري ومركز عبد الرحمن السديري الثقافي على تنظيم هذه المحاضرة، ولأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور زيدان كفافي. باختصار لدي مداخلة بسيطة فيما يتعلق بالتواصل الحضاري، خاصة في فترات العصور الحجرية وتحديدا فترة العصر الحجر الحديث. وأكد على كلام الدكتور زيدان أنه يوجد تواصل حضاري، والدليل على ذلك المصائد أو ما يسمى بمصائد الطائرة الورقية الكايس، التي تمتد في حرة الشام وتمتد إلى الجزيرة العربية والمناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية من الجزيرة العربية. وهذه المصائد متشابهة بشكل كبير جدا، ونحن الآن نقوم في مشروع في جنوب شرق الأردن في البادية الجنوبية الشرقية، وشركانا أيضا يقوموا بمشروع الجلوبال كايت وعملوا في الجزيرة العربية، وهناك تشابه كبير جدا سواء في أشكال هذه المصائد أو تأريخها أو حتى طبيعة استخدام هذه المصائد. وهذا كما أسلفت هو دليل آخر على العمق الحضاري والتشابه الحضاري والتواصل الحضاري ما بين على الأقل بادية الشام ومناطق الجزيرة العربية. وشكرا لكم. شكرا أخي محمد. أنا ما بنسى زيارتنا لعملك الميداني على أنت الدكتور وائل أبو عزيزة على الحدود الأردنية السعودية، والواقع العمل اللي عملته عمل جبار. يعني لا تزال المقابر والمباني اللي شرحت لنا عنها موجودة في الذهن. أيضا أبحاثك عن الكايتس اللي نشرتها الواقع هي أبحاث رائدة، وأنا أشكرك يعني على تعزيز ما قلته في محاضرتي. شكرا. شكرا. سنتيح المجال الآن للدكتور علي إطعيمان. دكتور علي إطعيمان إذا كنت تسمعنا فعل المايك وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا بحضور مثل هذه المحاضرة من أستاذنا الدكتور زيدان كفافي، حياه الله. وأتقدم كذلك بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة عبد الرحمن السديري ومركزها الثقافي الرائد على مستوى الوطن العربي حقيقة، والأستاذ كذا، والشكر الجزيل للأستاذ محمد صوانه لإدارة هذا اللقاء الجميل حقيقة، الذي أبحرنا فيه كثيرا في تاريخ الجزيرة العربية منذ بداية عصور ما قبل التاريخ حتى دخول العصر الإسلامي. سؤالي بسيط جدا، يعني أنا أوجه للأستاذ الدكتور زيدان في موضوع اللي هو العصور البرونزية. هل كانت التجارة يا دكتور زيدان
في العصور البرونزية، هل كانت التجارة في العصور البرونزية تستورد من بلاد الشام في الجزيرة العربية فقط حصرا على 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 بقية المناطق اللي هو الحضارات الأخرى التي عاصرتها مثل مصر مثل غيرها، بينما أن هناك بعض من النقوش المعينية التي ذكرت في بعض من الجزر اليونانية مثل جزيرة اللي هو تايلوس اللي ذكر فيها بعض من النقوش التي ذكرت أن هناك تجار معينيين، وكذلك في الحضارة المصرية مثل تابوت زيد إيل زيد التاجر المعيني في سنة 246 قبل الميلاد. كل هذه تعتبر علاقات تجارية خارجية للجزيرة العربية، لكن هل كان هناك استمرارية في العصر البرونزي ما بين العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي واستمرت إلى الفترة التاريخية فقط؟ هذا هو سؤالي خلال العصور البرونزية، بينما أن هناك مواقع عديدة في العصور البرونزية التي اكتشفت في اليمن واكتشفت كذلك اللي هو في وادي الفاو، المقابر الركامية التي يشتغل عليها أحد زملائنا اللي هو الدكتور فالح العتيبي مؤخرا. وشكرا. شكرا لك أخي الدكتور علي. أنا أشرت إلى العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية ما بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر ووسط آسيا، واليمن جزء طبعا من شبه الجزيرة العربية، وذكرنا يعني أنا ما حبيت أخصص كل بلد لوحده لأنه مش كان شبه الجزيرة العربية كما تفضل الأخوان اللي سبقوك، إن هناك في وحدة ثقافية يعني في تواصل خلينا نقول حضاري كان موجود ما بين، مش وحدة ثقافية، تواصل حضاري ما بين المجتمعات البشرية اللي عاشت فيها. ابتداء من العصر البرونزي، طبعا هاي العصر البرونزي هي أنا ذكرت في محاضرتي هي التي أسست لتأسيس الممالك والدول في العصر الحديدي أو الفترة اللاحقة من 1200 قبل الميلاد. بالعكس كانت فترة مزدهرة جدا، يعني التواصل مع وسط آسيا، التواصل مع إيران، التواصل مع وادي الرافدين بلاد الشام، مع مصر كما تفضلت، مع شرقي إفريقيا، كلها كانت هذا بتدل يعني هاي التجارة، هاي الأفكار، هاي الديانات، هاي الفنون اللي فرجناها، هذا بتدل على مجتمع حضاري راقي اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية. فعلا شكرا. عفوا. شكرا. المداخلة الأخيرة، أنا كل ما قلت مداخلة أخيرة يدخل أخ جديد. طيب يظهر الاسم عندي حسين العيدروس، أرجو أن تفعل المايك وتفضل بالمداخلة. صوت حسين العيدروس. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتور حسين. مساء الخير دكتور. يا هلا حبيبي، لنا الشرف أنك اليوم ضيف مؤسسة عبد الرحمن السديري، مشكورين جميعا، وللدكتور أيضا محمد الصوان على إدارة هذه الجلسة، وكذلك للأخوة والزملاء والأصدقاء الذين سمعت بعض مداخلاتهم. حتى لا أطيل، حديثي يتعلق أيضا بمسألة التواصل الثقافي مع العالم الخارجي، ولكن خلال العصور الحجرية. الحقيقة لدينا موقع اسمه وادي بن علي، يعني سمي بالنسبة إلى هذا الوادي، وحسب تحاليل البعثة الفرنسية في حوالي العام 2004 تم الكشف عن رسوم صخرية، يعني طبعات الأيدي، تشابه تماماً عدد من المواقع العالمية، وخصوصاً مواقع في جنوب شرق آسيا، وعلى وجه الخصوص في إندونيسيا في موقع سيلاوزي، وأيضاً في جنوب فرنسا ومواقع أخرى من جنوب أمريكا وغيرها. بينما الفارق بين التاريخ نعم دكتور، الصوت راح دكتور حسين. المواقع في جنوب شرق آسيا 35 ألف سنة، وهو نفس النمط ونفس الطريقة وعلى نفس المواد، فهل يعني هذا هناك تواصل حضاري وثقافي بين هذه المناطق؟ طبعا من المعروف أن حضرموت إلى الآن على تواصل قوي وكبير مع جنوب شرق آسيا، وهناك جاليات حضرمية بالآلاف يعني في هذه المناطق، هل يمتد هذا التواصل إلى هذه الفترات؟ وهل دكتور حسين نعم، كيف حالك أول شيء؟ الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله، الحمد لله بخير. الدكتور محمد صواني بيعرف والإخوان من الأردن، قبل مدة إحنا كانت العروس لما تتزوج حنوا إيدها وتطبع إيدها على الباب لما تفوت، ليش ما تسألنيش؟ وبعدين إحنا بالعصور الحجرية الأدوات الآشولية إيش معنى كلها متشابهة؟
من الصين لأوروبا. الباي فيشل هي نفس الباي فيشل. هل كان في تواصل بين المجموعات البشرية؟ سبحان الله ما بقدر أجاوبك. توارد يعني أفكار. إنما الله يجيب الخير إن شاء الله. شكرا دكتور حسين. طيب يبدو خلال هذه الفترة يعني ما زال مسألة التنقل بالبحر. شكرا دكتور حسين. الصوت يتقطع. انتهت عندي طلبات المداخلات الصوتية في نهاية هذا اللقاء الذي طال وكان شيقا، وهو لقاء امتاز بحضور نوعي من الإخوة الباحثين من المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن الإخوة في مصر، وجاءنا من الأردن والأخ دكتور شريف فعيش كان من الجزائر وآخرين لا نذكر أسماءهم الآن. شكرا لكم جميعا على هذا الحضور الطيب، وباسمكم جميعا نشكر عطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي على محاضرته القيمة، ونذكر أيضا بأننا إن شاء الله سننشر تسجيلا كاملا لهذه المحاضرة مع المداخلات في حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي في اليوتيوب، وسنعلن عن ذلك في حسابنا إن شاء الله على تويتر، وأتوقع أن يكون ذلك خلال اليومين القادمين. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم جميعا. إذا كان الدكتور زيدان كفافي كلمة أخيرة ليتفضل. طبعا أنا لابد لي أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد على هذا النشاط المستمر من حضرتك منذ أن عرفتك جزء قبل 20-30 سنة وحتى الوقت الحالي. أيضا أتمنى كل الخير والتوفيق لمركز عبد الرحمن السديري الثقافي، وأتمنى له نجاحات متواصلة، كما أشكر جميع الأخوات والإخوة الذين كانوا معنا في هذا اللقاء، وأشكرهم على حسن استماعهم وصبرهم، وإن شاء الله كان في هذه المحاضرة نوع من الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى بإذن الله. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.